اسماء كبيره هوايه. المحترف من اجي انطي الاغنيه يعرف شنو يريد يسوي بيها، يعرف لا هم لا بعدهم شباب صغار وبعدهم يعني في مقتبل العمر، فما عندهم الخبره. من اكثر واحد تعبك الخبره استاذ علي؟ اكثر واحد تعبك من الشباب؟ لا شوف، هم كل واحد عنده فد شغله يتعبني. انا اقولهم ظهر اثنينهم تعبك، اثنينهم ضحكوا. لا 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 لا، شوف راح اقول لك شغله والله العظيم، انا المشتركين كلهم كنت اعاملهم والله كأب لهم، اتعامل وياهم وكأخ اموت عليهم احبهم. يعني اقول لك صرت اللي انا التقي بهم هواي اكثر من ما اشوف اهلي، اكثر من ما اشوف يعني الناس المقربين مني الدعم، انا التقي بهم خلاص انتهوا اغلب وقتي وياهم من الصبح لليل. اضافه الى هذا يا اخي، هم يا اخي يعطوك طاقه حلوه، يعني جايين مندفعين وبحماس، يريدون يصيرون، يريدون يوصلون، عندهم طموح. لكن قلت لك اكو بعض العراقيل، مثلا كان عندي غسان بريثم، غسان عنده بعض الشغلات اللي براسه يريد يسويها. يعني من اجي اقول له غسان هاي الاغنيه مثلا لا ما ترهم، قال لي لا اني واو على فكره خليني اتكلم هاي بالتاريخ حتى يعرفوه كل الناس والمشاهدين وحتى حضرتكم. انا اول ما اجيت للام بي سي باول ميتنج معاهم قالوا لي اذا التقيت بالمشتركين واتفقنا عليهم واختارينا المشتركين ومن نجي نختار لهم اغاني ممنوع تفرض اغنيه على اي مشترك، لانه المشترك هو يتحمل نتيجه اختياره. صحيح. قلت لهم زين شلون بك حاله؟ والله اختار اغنيه مو حلوه. قالوا لي ما يخالف انت ناقشه بيها، اذا شفت اثر عليها خليها هو يتحمل نتيجه. انا كنت مرافقك تقريبا وتناقشنا كثير شباب واصواتهم وطريقه الاختيار. بالضبط. فاني يعني كنت ما افرض على المشترك مثلا اغنيه خلص هو قافل عليها يريد يغنيها خليه يغنيها، بس انا متاكد هي ما راح تضيف له شيء. وكانوا يخفقون ويوقعون بالمطب. اتمنى الوقت اكثر، لكن عندي فاصل استاذ علي بدر ملحن الكبير. شكرا لك.